بعمل كابتن حمادة. يا كابتن عماد، ازيك حبيبي؟ الحمد لله يا كابتن. صوم طيب. شو حضرتك طيب؟ كابتن عماد، بمنتهى الصراحة امبارح الكاميرا جت عليك الشوط الأول حوالي 70 مرة، كان باين عليك حزن شديد، حزن من ضياع الفرص، حزن من عماد متعب مش في المستطيل الأخضر، حزن. أنت حاسس لو كنت موجود كانت الدنيا اختلفت؟ ألو، سامعك عماد، اتفضل. شيء طبيعي يعني، حضرتك عارف وكابتن حماد عارف ان اي لعيب يعني بي بي بيكون موجود او بيحب يلعب بيتمنى انه يشارك في المباريات الكبيره اللي زي دي، وشيء طبيعي الفرص اللي كانت بتضيع كانت نفسنا ان هي تكون يعني تسجل، لان ده كان هيفرق معانا في مباراه العوده، لكن الحمد لله نقول قدر الله ما شاء فعل وربنا مش رايد، وان شاء الله يكون الختام ان شاء الله في رادس وتكون الفرحه فرحتين ان شاء الله. كابتن عماد، يعني لعيب كبير زيك تفرق معاه ان هو او كان محتاج ان هو امبارح يبتدي من بدايه المباراه؟ ما تفرقش معاك ان انت تاخد ربع ساعه، كنت محتاج وقت عشان تخش جوه المباراه؟ والله يمكن المباراه امبارح انا شايفها بالنسبه لي من النهائيات اللي ما كانتش مقفوله، يعني انا بالنسبه لي كانت شايفه النهائي كان مفتوح. الفريق الترجي التونسي كان امبارح كان في مساحات في خط ظهره، واحنا يمكن استغلناها كويس في الشوط الاولاني وفي الشوط الثاني، لكن يمكن ما كانش فيه توفيق. اكيد طبعا كان نفسي اشارك، كان نفسي العب وقت اطول، لان 10 دقائق اكيد مش كافيه اللعيب انه ينزل ويظهر بالمستوى اللي هو بيتمناه او باي شكل من الاشكال، لكن دي رؤيه جهاز فني ما اقدرش اتكلم فيها وما اقدرش اتدخل فيها. اتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه يبقى الوضع مختلف يعني. كابتن عماد، هل لعيبه الاهلي عليها يعني بعض الضغوط الزياده شويه؟ كان في امبارح حاله عصبيه حتى بعد الهدف، كان في بعض لعيبه النادي الاهلي كانوا متعصبين بزياده، المفروض لعيبه النادي الاهلي يبقوا اهدى من كده؟ لا، شيء طبيعي، انت حضرتك عارف انك المباراه على ملعبك واي نتيجه سلبيه يعني بيبقى لها تاثير، فان يدخل فيك كمان هدف في اول 5 دقائق في الشوط الثاني فده بيضغطك اكتر وبيزود عليك الضغط النفسي والعصبي وبيخليك مركز بشكل كبير، انك مطالب انك تجيب مش تتعادل، انت تتعادل وتكسب باكتر من هدفين كمان يعني انت، فالتفكير كان كبير جدا، فكنا بنفكر ان احنا ربنا يكرمنا ونحجز هدف، والوقت الوقت عمال يعدي وفي فرص بتضيع، فشيء طبيعي العصبيه دي موجوده، لكن انا شايف ان اللعيبه امبارح كانت مسيطره على الموقف ده، ما كانش فيه عصبيه زايده، كان فيه تركيز في الملعب، يمكن كان فيه شويه من الاستعجال، لكن الحمد لله قدرنا نحجز هدف، ويمكن الهدف ده انا شايف ان هو يعني بنسبه كبيره ان شاء الله رجعنا البطوله، وان شاء الله زي ما بقول لحضرتك ان شاء الله الموضوع هيختلف ان شاء الله في رادس، ولو ادينا بنفس الاسلوب ونفس الطريقه ونفس المستوى ونفس التركيز انا شايف ان احنا هنرجع بالكاس ان شاء الله من تونس. كابتن عماد، يعني ايه السيناريو اللي تقوله للشعب المصري او لجمهور النادي الاهلي؟ ايه السيناريو اللي انت تتوقعه في تونس في لقاء العوده ان شاء الله باذن الله؟ هل هدوء من لعيبه النادي الاهلي؟ هل هجوم من الدقيقه الاولى؟ هل النادي الاهلي محتاج ايه في العوده؟ لا، من الشعب المصري اتمنى ان هم يدعوا لنا بس، ويعني كل اللي يعملوا هم يدعوا لنا ويقفوا جنبنا الفتره اللي جايه ويساندوا الفريق ويساندوا اللعيبه ويهدوا شويه من يعني في بعض الناس من الهجوم الكبير جدا اللي معمول على 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 الشريف وعلى بعض اللعيبه، اتمنى الموضوع ده ينتهي، يكون خلاص اخره النهارده وينتهي تماما، ويساندوا اللعيبه ويرفعوا من الروح المعنويه للعيبه، لان ده مهم جدا ان احنا نروح تونس وثقه جمهورنا فينا وجمهورنا واثق ان احنا ان شاء الله هنرجع بالكاس. بالنسبه للنواحي الفنيه دي مش بتاعتي، دي بتاعت كابتن حسام والجهاز الفني، هو اللي شايف هيقدر يدير اللقاء ازاي هناك وايه الانسب وايه الاحسن لينا ان احنا الطريقه اللي نلعب بيها هناك والاسلوب والتكتيك اللي نلعب بيه، وهو اللي يشوفه دي وجهه نظره. كابتن شريف، يعني قلت دلوقتي ان انت عايز الناس يعني يعني تخف شويه، كابتن عماد انا اسف، ان هو الناس تخف شويه على شريف اكرامي، ان ما يبقاش فيه ضغوط عليه. بمنتهى الصراحه انت امبارح حاسس ان شريف كان غير موفق في الكوره، يتحمل الهدف، مش شريف لوحده اللي تحمل الهدف؟ بص اقول لحضرتك حاجه، شيء طبيعي شريف غلطان وشيء طبيعي في يعني ما كانش فيه توفيق في الكوره دي، لكن لما هدف بيدخل فينا فاحنا كلنا بنتحمله، ولما احنا بنحرز هدف احنا كلنا بنفرح بيه وبنكسب. الخطا ما بيبقاش خطا فردي، يعني لما نخسر ما بيتقالش شريف اكرامي اللي خسر، بيتقال النادي الاهلي اللي خسر. في غلطه والغلط وارد من كل اللعيبه ومن كل حراس المرمى اللي في العالم، في ياما مهاجمين ضيعوا فرص كتيره جدا، وياما حراس مرمى غلطوا كتير جدا، ياما لعيبه نص ملعب عملوا باصات غلط كتير، ياما مدافعين غلطوا، مهاجمين يعني الغلط موجود في الكوره. ممكن ننتقد النقد اللي يخلي اللعيب يرجع لمستواه او مستواه يزيد، ما ننتقدش النقد اللي يهمد اللعيب، يبقى النقد فيه تريقه او فيه استهزاء، دي حاجه وحشه طبعا. مرفوض تماما، مرفوض تماما، ده عيب، ده بيقلل من اللعيب، لعيب نفسيته بتبقى في الارض. فاحنا شريف حارس مرمى كبير جدا وحارس مرمى النادي الاهلي،
مهما حصل، مهما الاخطاء اللي غلط اي لعيب واي حارس مرمى في العالم، عشان يوصل لمستوى عالي لازم يغلط ويتعلم ويغلط ويتعلم ويغلط ويتعلم، عشان بعد كده يمكن الخطا جه في مباراه كبيره ومباراه نهائيه، لكن هنعمل ايه؟ ان شاء الله يكون شريف هو السبب في مكسب النادي الاهلي ان شاء الله في تونس، وهو اللي يشيلنا وهو اللي يسندنا، زي ما كان في عدم توفيق امبارح مثلا من ابو تريكه من وليد سليمان في الفرص اللي ضاعت، ان شاء الله هم اللي يكسبونا هناك. يعني عايزين ندي دوافع، ندي حوافز، ما نقللش من اللعيبه، لان ما ينفعش نقلل منهم لأنهم كلهم نجوم كبار. كابتن عماد، بمنتهى الصراحه كده لعبت لقاءات كتير الفتره اللي فاتت بدون جمهور، ولكن امبارح اول ما نزلت الملعب ولقيت فيه 30 40 الف امبارح في الاستاد واستقبال الجمهور، حسيت بايه؟ يعني انا بشكرهم وفخور بيهم وبقول لهم اللعب من غيركم حاجه صعبه جدا وحاجه مستحيله، وبجد انتوا يعني انتوا شرف للنادي الاهلي، وانتوا مثال للقدوه الالتزام والاحترام. ازاي انتوا قد ايه امبارح كنتوا مساندين الفريق، ازاي واقفين جنب الفريق، ازاي ما مش عاملين علينا اي ضغط خالص، ازاي احترمتونا بعد الماتش، وازاي شجعتونا بعد الماتش، وازاي كنتوا بتحفزونا واحنا مروحين وبتشكرونا على كل حاجه، على المستوى وعلى الاداء وعلى المشوار الطويل اللي احنا عملناه. فانا بشكرهم جدا جدا جدا، وهو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده اللي احنا يعني اللي احنا عارفينه عن جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله المباريات اللي جايه يبقى معاهم الالتراس كمان عشان يكمل القصه دي كلها، ويكون حقوقهم رجعت كمان عشان تبقى الامور والامور كلها اكتملت بشكل كبير، وبعد كده ترجع الكوره في مصر، فان شاء الله المسيره تكمل ان شاء الله. بس الاول بس ان شاء الله ان احنا نخلص مباراه الفاينل ان شاء الله، المباراه الثانيه، وبعد كده الامور كلها تتظبط. انا شايف ان شاء الله الامور كلها تتظبط. كابتن عماد، بتمنى لك كل التوفيق. كابتن عماد متعب، نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر، شكرا جزيلا.